السلام عليكم. ان شاء الله هذه الحصه غادي نديرو الدرس ديال الكم. بالنسبه للكم غادي يخصوني واحد العبارات، غادي يخصني قياس ديال الكتيف شحال عندها في الكتيف، وغادي يخصني طول الكم، غادي يخصني طول الكم من هاد البلاصه ديال منين خدينا الكتيف حتى للطول ديال الكم هادي كلها. وغادي يخصني طول الكود، الوغ طول الكود هو هذا من هنا حتى لهاد الكود ديالها، يعني من هاد المسافة حتى لهنا. وغادي يخصني دورة الذراع، دورة الذراع هي هادي دو دو بغا. وغادي يخصني دورة المعصم ديال اليد هي هادي. غادي تاخدي واحد الورقة كبيرة وغادي تقسميها في المنتصف ديالها، هاد المسافة قد هاد المسافة. غادي ندخل هنايا بواحد 4 سنتيمتر وغادي نسطر غير باش تبان لي يبان لي الكم. درت لكم هنايا بعد العبارات قياس الكتف 40، طول الكم 60، طول الكود 33، دورة الذراع 32، دورة معصم اليد درت لكم 24 كمثال باش ناخذوا الدرس. غادي نطبق عليها قاعدة، هاد 40 غادي نقسمها على جوج باش نحط هنا النص وهنا النص. عندي فيها 40 غادي ندير هنا 20 وهنا 20، 20 20 راها 20 نفس قد الورقة نيشان. ها 20 هنا و20 هنا، صافي هنا 20 وهنا 20. اذا هنا شنو درنا؟ درنا دو الكتيف مقسوم على جوج، صافي كذلك هنا النص هنا ونص هنا. اذا هذه قد هذه. الخط الثاني فاش غادي تكون لي الحرده ديال الابط عنده حتى هو قاعده. الوغ تقبطي الكتاف وتقسميهم على 4 باش يتكون لك الخط ديال الابط. اذا الكتاف 40 غادي نقسموها على 4 غتعطينا 10 سنتيمتر. اذا هاد المسافه باش غادي ننزل الابط 10 سنتيمتر، يعني طبقت عليها قاعده. شنو هي القاعده؟ قسمتها على 4، واحد على 4 ديال الكتف، قياس ديال الكتف. غنسطرها ننزل بعدا ب 10 سنتيمتر. عرفتي دابا منين جات 10 سنتيمتر؟ غادي نسطرها. منين قسمت الكتاف على 4 تكون ليا الخط ديال الابط. راه هي هادي. دابا الخط الثالث هو طول الكود، هذيك المسافه ديال الطول ديال الكود، هاد المسافه اللي من هنا من البلاصه من نطلق الكتيف حتى البلاصه ديال الكود ديالها فين تتني الكود، هذيك هي عندي. دابا انا في هذا الاقتراح اللي عطيتكم عندها 33، غنهبط ب 33. انا 30 عندي هنا في هذا المسطره 30، غادي نهبط ب 33، زدت 3 سنتيمتر، صافي هذا هو الخط ديال الكود 30 سنتيمتر 33. دابا هذا خط ديال الكود، خط الكود، هاد خط الكود غادي نديرو بالخضر. دابا غادي نشوف الطول ديال الكتف، الطول ديال الذراع. انا الطول كله ديال الكم 60 سنتيمتر، انا غادي ندير غير الطول ديال الورقه. اذا ناخذ من هاد البلاصه اللي بدينا الدرس ديالنا، من تما غتاخدي 60 سنتيمتر وغادي تراسي. انا غادي نوصل حتى لهنا ونتراسي. دابا هاد الخط هو الطول ديال الكم، طول ديال الكم غادي ندير لكم بالاورانج. طول الكم عندي دورة معصم اليد عندها 24، 24 غادي نطبق عليها قاعدة،
غادي نقسمها على جوج باش نحط نص هنا ونص هنا. اذا 24 عندي 12 هنا و 12 هنا، غادي ندير 12 هنا في معصم اليد. المعصم اليد هو داك التالي كاع ديال اليد، هذا راك عارفينها. هنا عندي 12 ها هي 12 الاخرى من الجهه الاخرى. غادي نتراسيها بهذا اللون، بهذا معصم اليد. راه معصم اليد نتوما. دابا عندي خصني دوره الذراع، عندي 32 هي هاد المسافه. ها نتوما لاحظوا معايا، شوفوا فين جايه هاد المسافه، جايه ما بين الكتف والكود، يعني في المنتصف. ها الكتف ديالي فين هو؟ ها هو الخط ديال الكتف، والكود ها هو. غادي نقسمهم في الوسط وعاد نحط العبار ديال دوره الذراع. دوره الذراع عندي 32، نطبق عليها قاعده حيت خادمين بالكم كله، النص هنا ونص هنا. اذا 32 نقسمها على جوج. عندي طول الكود 33، 33 مقسومة على جوج جاتني 6 شونس، 6 شونس حطيتها هنا. نبعد شوية وندير 6 شونس عاوتاني، 6 شونس. 32، 32 قسمتها على جوج عطاتني 16، 16 هنا و 16 هنا. ندير 16 هنا، ها هي النقطة ديالها، و 16 من ديك الجهة. صافي تكونوا لي دابا النقط كلهم. نلصق لكم بعدا هاد الجهه وعاد ندوز لديك الجهه الاخرى. النقطه الاولى ها هي، النقطه الثانيه ها هي، النقطه الاولى هي هادي والنقطه الثانيه هي هادي. غادي تاخدو البيستولي ماشي البيروكي، البيستولي. انا ما عنديش بيستولي دابا، غادي تلاصقو ما بين هاد جوج نقط هكذا، كذلك من هاد الجهه اللي من هنا. صافي دابا غادي نطبق الدرس ديالي هنايا. غادي نقسمها في المنتصف، هاد المسافه غادي نقسمها في المنتصف ديالها. الو هذيك المسافه شحال عندي فيها؟ غادي نعبرها. هاد المسافه شحال عندي فيها؟ عندي فيها 22، 22 مقسومه على جوج غتجيني 11 سنتيمتر. غادي نحط هنا 11 سنتيمتر، كذلك هادي راه فيها 22 غادي نقسمها في النصف. كذلك هاد المسافه غادي نقسمها في النصف، النصف النصف النصف. من هنا من الجهه ديال الارض تنهبط بواحد سنتيمتر، وهنايا النقطه الخضراء الثانيه تنطلع بواحد سنتيمتر. كذلك هذه التماثل ديالها تنطلع بواحد سنتيمتر، وهاد الخضره الصغيره تنهبط بواحد سنتيمتر. صافي تنلاقي فين؟ تنلاقي في هنا. راه تنلاقي هادو هما اللوالا هكذا، تنمشي كذلك واحد المسافه وعاد تنجبد هذه هنا. كذلك التماثل غتمشي عاوتاني هكذا ودوزي على هاد النقطه وتمشي كذلك لهنا. صافي هذا هو الكم ديالك. دابا غادي تقطع الكم هكذا. دابا هو الدرس ديال الكم. صافي دابا هادي غادي تكون في الامام، وهادي غتكون في الخلف. راه ملي تكوني داخله بديك الحرده ديال الابط، ملي تكوني داخله بديك الحرده ديال الابط بالنسبه للامام بزاف على الكاغوغ ديال بالنسبه للامام. الوغ بالنسبه للامام ملي تكون هنا داخله بواحد المسافه كبيره شويه، تنزيد من هنا ما تندخل بجوج سنتيمتر، تتكون هادي سنتيم وهادي سنتيم. اذا جوج سنتيمتر، اذا تدخل الحرده هكذا شويه تدخل. والجهه ديال الظهر، دابا نتهضر لكم على هاد البلاصه،
والجهه ديال الظهر تتبقى هي هي ما تتبدلش هنا ما تتخريش عاوتاني بجوج سنتيمتر. وليني في المونتاج ديال الموديل الجهه ديال الامام دابا الجهه ديال الامام اللي غادي تركب لي مع الامام هي هذه هي 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 واحد شوفوا واحد فين غادي يكون مونطيلي غادي يكون ليا مع هذه واحد والجهه جوج وهذه ديال جوج غادي تكون مونطاليه مع هاد الجهه اللي من لهي هذه هي جوج صافي. المهم تنتمنى يكون واضح لكم. دابا بالنسبه للدروس ديال الكم كيفاش غادي نطبقوا دائما نلقاكم وجهتي والموديل وغنبقاو نموديفيو فيه وصافي. تنتمنى يكون عندكم سهل. مع السلامه.